مروان قبزي، تخصص انجليزي، اعمل في التعليم الفني في معهد الحصن، واسكن في قرية وادي القاوي. درست في مدرسه خاصه وفي معاهد خاصه، وبعد ذلك رجعنا الى المتروك. داوم من الصباح حتى الساعه 8 في المساء. والله طلابي يعني ناس جيدين جدا، وبسبب الاحباط الذي اصابهم فعندهم معنوية عالية أصلا للتعلم والتحصيل، وبالذات لما صاروا عالقين من بداية الأزمة فأشتوا يتخارجوا أصلا. حتى لو تقول له في تروح المريخ أنت وياه، ما يروح معك المريخ علشان يتخارج أصلا. فطلابنا جيدين الحمد لله وممتازين وعندهم تحصيل جيد. أنا موظف منذ 15 سنة، لكن الراتب الذي انقطع علينا منذ عام، يعني من بداية 2016 انقطع الراتب، فصرنا احنا والعامة سوا يعني ما فيش فرق. اوكي، فنتمنى عودة الراتب وتدب الحياة من جديد، ونعود الى وظائفنا والى اعمالنا، ونترك الجولات والشوارع ونواصل العمل من جديد مرة اخرى. الحكومة ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن داغر، نريد منهم ثلاثة اشياء: تحقيق الامن والاستقرار، هذا اولا وقبل كل شيء، لأن دولة بدون أمن لا تعني أي شيء. ثانيا، تحقيق العدل والقضاء في المحاكم. هناك مشاكل عالقة يعاني منها المواطنين منذ فترة وإلى الآن، يعني ولدت نعرات ومشاكل بين المواطنين، فنريد منهم تفعيل الجانب القضائي. ثالثا، أن ينظروا إلى الموظف بعين العطف والاعتبار ويعيدوا له حقوقه المنهوبة منذ سنة، ونتمنى أن تصلح الأوضاع، واستنادا إلى قوله تعالى: إن مع العسر يسرا.